أيام حاسمة في تاريخ المفاوضات النووية الإيرانية مع إعلان أغلب الأطراف قرب التوصل للاتفاق. ووفقا لوكالة إيرنا الإيرانية التي نقلت عن مصدر لم تسمه، فإن الكثير من النقاط الخلافية قد عولجت، وأن الوفود تبحث حاليا سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل. الوكالة أشارت إلى أن المفاوضات الجارية حاليا تركز على القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها إلى عبارات وإدراجها في وثيقة رسمية. تفاؤل آخر أبداه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إذ أكد حصول تقدم حقيقي في المفاوضات، داعيا في الوقت ذاته طهران إلى أن تكون واقعية وبناءة، محملا إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية فشل اتفاق 2015. عرضنا هذا بشدة، ولو ساد هذا النهج فإن ذلك لم يكن عادلا، لأن الحديث دار عن الاستئناف الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بنسختها الأصلية بعد انسحاب إدارة ترامب منها. كما عبر منسق الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن وجود مناخ إيجابي في محادثات فيينا قد يثمر عن التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة. هناك مناخ أفضل منذ عيد الميلاد. قبل عيد الميلاد كنت متشائما للغاية، واليوم أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن حتى خلال الأسابيع المقبلة. ومن الصين التي يزورها وزير الخارجية الإيراني، عبر وزير خارجيتها عن دعمه لحقوق طهران النووية، ومنتقدا بالوقت ذاته العقوبات الأمريكية الأحادية على طهران. إننا نرفض العقوبات غير القانونية ضد إيران والتلاعب السياسي من خلال مواضيع تشمل حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الداخلية لإيران والدول الأخرى في المنطقة. لكن ذلك التفاؤل بقرب التوصل للاتفاق لم يمنع مصدرا مطلعا على محادثات فيينا من القول إن هناك عقبات لا تزال تعترض طريق الاتفاق النهائي، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي ما زالت دون حل وتحتاج لدراسة، إلا أنه عاد وأكد على أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح. ينضم إلينا من بروكسل سلام كيالي مراسل الغد، أهلا بك سلام. إلى أي مدى بالفعل هنالك تقدم في المحادثات في فيينا وانحسار في القضايا الخلافية؟ نعم لينا، يوجد تقدم بطبيعة الحال لكنه تقدم بطيء. الآن الوفود أو رؤساء الوفود بالأصح عادوا إلى العواصم للتشاور خلال اليومين، على أن يعودوا يوم الاثنين إلى فيينا للتباحث من جديد من خلال لجنة العمل المشتركة والتي ينسق فيها الاتحاد الأوروبي أعمال هذه المباحثات بقيادة إنريكي مورا. هنالك حديث الآن عن صياغة مسودة ثالثة تجمع كافة الأفكار التي كانت قد طرحت خلال الجولات الثمانية الماضية، الجولة الثامنة حاليا عمليا لنا. قال إنريكي مورا أن هذه الجولة لن تنتهي، لن يتم الدعوة إلى جولة جديدة، وأنه سيستمر العمل ضمن هذه الجولة حتى التوصل إلى تفاهم بين مختلف الأطراف. الآن هنالك نقاط تفاهم جديدة بالفعل، على سبيل المثال طهران كانت تطالب بفترة تحقق من أن العقوبات الأمريكية كافة قد رفعت عن طهران. الولايات المتحدة كانت قد أعطت مهلة يومين للتحقق، إيران كانت تطالب بأسابيع أو أشهر، ولكن يبدو أن هنالك مدة زمنية قد يتم التوافق عليها. عادة الوفود، رؤساء الوفود عادوا للعواصم عمليا لمناقشة هذه الفكرة. أيضا هنالك حديث عن خطوة مقابل خطوة. الولايات المتحدة قررت من خلال إعطاء أمر لكوريا الجنوبية بأن تفرج أموالا تابعة أموالا لطهران كانت تستحق على كوريا الجنوبية لقاء بيع النفط. أيضا في ذلك اليوم، في نفس اليوم التي أصدرت فيه الولايات المتحدة هذا الأمر، كان هنالك إطلاق لسراح سجينة بريطانية موجودة في طهران منذ سنوات، بمعنى أن طهران أيضا تراجعت عن بعض مطالبها بأن يكون هنالك رفع أولي بشكل أولي للعقوبات، ومن ثم تعود طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي الإيراني. بطبيعة الحال هذه النقاط أو هذا التقدم كان بضغط صيني وأيضا ضغط روسي. لا ننسى أن لافروف تتمت حديثه، ما جاء في تقرير تتمت حديثه، كان يقول بأن على طهران أن تتعاون بشكل أفضل أو أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا
وأيضا شاهدناه الأسابيع الماضية عندما عرضت طهران أن تقدم للوكالة محتوى فيديو من مفاعل كراتش، عينة من هذا المحتوى على أن يتم تقديم كافة العينات أو كافة المحتوى عندما ترفع العقوبات بشكل فعلي عمليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا طهران كانت قد عرضت أو قالت بأنها لن تخصب يورانيوم بنسب أكثر من 60%، بمعنى أننا الآن نسير باتجاه خطوة باتجاه مقابل خطوة، وهذا ما كانت تطالب به الولايات المتحدة أو حتى الأطراف الأوروبية إثري بريطانيا فرنسا وألمانيا خلال الفترة الماضية. فعلا هنالك تقدم ولو أنه تقدم بسيط، ولكن يبدو أن هذا التقدم جعل الوفود، جعل المنسق الأوروبي إنريكي مورا يستمر بهذه المباحثات من خلال الخبراء الموجودين الآن في فيينا الذين يتابعون لنا اجتماعاتهم للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه المسودة، والتي قد تكون مسودة الاتفاق النهائي. يعني هل من الممكن بالفعل الوصول إلى اتفاق مؤقت ضمن مهلة زمنية محددة كما يطالب الأوروبيون؟ هل الأمور تشير إلى ذلك سلام؟ نعم لينا، قد لا يكون هو اتفاق مبدئي أو اتفاق جزئي أو مؤقت. إيران كانت قد رفضت هذه المقترحات، ولكن ما تسير به الاتجاهات أو ما تسير به المباحثات حتى الآن، على سبيل المثال إيران كانت تطالب برفع كافة العقوبات، ولكن المندوب الروسي خلال الأيام الماضية قال بأنه يضمن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية والتجارية، بمعنى أن قد يكون هنالك بالفعل اتفاق جزئي، هنالك اتفاق يتم الحديث الآن عن اتفاق لمدة سنتين على سبيل المثال، اتفاق مرحلي تضمن فيه الولايات المتحدة أن إيران لن تطور برنامجها النووي بشكل عسكري، أو وبالتالي أيضا تضمن طهران بأن كافة العقوبات رفعت عنها، على الأقل العقوبات الاقتصادية والتي أنهكت عمليا الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية، وبالتالي يكون هنالك خطوة جديدة بعد التحقق كلا الطرفين من أن كافة العقوبات رفعت وأن إيران فعلا ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، يتم رفع بقية العقوبات المرتبطة على سبيل المثال دعم الإرهاب أو المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والمشروع الصاروخي الباليستي الإيراني، وأيضا طائرات الدرون التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خروجه عمليا من الاتفاق النووي الإيراني. شكرا جزيلا لك سلام كيالي مراسل الغد من بروكسل.